السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدارمي لون من ألوان الشعر الشعبي العراقي، بصراحة يختص فقط بالعراق. كل البلدان العربية اللي عندهم شعر شعبي ما عندهم هذا اللون. يقول أحد الروايات أو القصص عن هذا الدارمي، الشاعر الكبير الله يرحمه نزار قباني، لما سمع دارمي يقول: ما تنسمع رحاي بس يدي للدير، أطحن بقايا الروح مو شطحن شعير. سمع هذا الدارمي، وسمع دارمي يقول: ريت الله لا يطيك يلصحت باسمه، فزفزت العصفور قلبي ش يلزمه. يقول أنا، هذا الكلام اللي قاله نزار، قال: أنا أقف عاجزا أمام بيت من الشعر كتب في العراق، يعني ما حاجة أقول إيش قد جمالية هذا اللون الشعري. اليوم الحلقة خاصة بنجوم من نجوم هذا اللون الشعري، وأبدعوا به بطريقة جدا رائعة وجدا جميلة. إذا كان بينكم هاشميا فقدموه، فنبتدي بسيد محمد الحسني. كل الهلا. الله يحفظك والأكبر، ما عليك زود. الله يعزك. تحية حب واحترام القناة الأيام. الله يعزك. والبرنامج المهلهل، وحضرتك ولكل المشاهدين. الله يسلمك. حياك الله. الله يعزك. الله يحفظك. والغالي والطيب إبراهيم الكوفي. الله يطيب خاطرك والأكبر، حياك الله وشكرا لك، وشكرا للجنود المجهولين، وشكرا لقناة الأيام، وشكرا لك على هاي الدعوة. إبراهيم، شلون هالدوانية؟ سيد محمد، شلون هالدوانية؟ سولفني من وجهة نظرك، وسولفني من وجهة نظرك، شلون هالحركة الشعرية؟ الحمد لله والشكر. المحافظة الزاخرة شعرا وأدبا وأخلاقا الحمد لله وكرما. يعني الديوانية بالوقت الحالي أكو تقدم. جيد. أنتوا لكم إيد بهذا التقدم، تساعدون الناس. إبراهيم، أنا اللي أدري. جنود. أي. أدري لكم يد. إن شاء الله. أي. موفقين إن شاء الله. صراحة حلو لما تشوف أنت تساعد لك شاعر شاب. يعني أنا لما أنا قروع أعترف أنت رجل يعني مواظب على هذا الموضوع. شكرا لك وشكرا للسيد. هواي محافظات اليوم يكتبن الدارمي. أكيد. صح. صح. كل العراق تبدا، لكن نقدر نقول الاساس او الجذور هي من الديوانيه. ديوانيه. جيد. حتى الدارمي الديواني يختلف عن دارمي المحافظات. يعني من تسمع دارمي تقول هاي اللهجه ديوانيه، هاي المفرده ديوانيه، هاي الموسيقى الداخل الدارمي، هاي الحرفه ديوانيه. زين، هذا منو اللي يقدر يميزها؟ اللي يميزها بالديوانيه لو انا اقدر اميزها بالبصره؟ انت كشاعر تميزها. ها هسه زين، تقدر مثلا تسمع دارمي تقول هذا مو انه ايه من مفردته. سيد، طبعا دارمي الديوانيه اكو حرفه بي. سيد، هيك سمعنا من هذا الجانب. مثلا بيت الحميد آل سرهيد يقول: بقلبي ما خليك بدقه تاذيك، دقات تاذيك بالريح حتى يصير درب الهوى عليك. الله، هذا الدارمي. هذا الدارمي. ايه برهم. والله الشواهد كثيرة أبو الأكبر، بس أكويت يا خان، أموت على هذا اللون، أموت عليه. لا أكيد أنت من محبين وأكويت الراهي سعيد ناطور. أي، يقول شاعر كبير هذا البيت: ما ساوم وباع وقر الزلم على الصوت وعيوني بالله. أيوة. كفو مكرر. كفو والله. سيد محمد، بصراحة دموع الرجال معيبة لو مو معيبة؟ يعني أنا أشوف نفسي عندي سيطرة على. من وجهة نظرك أنت شو تقول؟ ما عندي سيطرة على دموع. من وجهة نظري دمعة الرجل معيبة. فراق الغالين يبكي لو لا؟ أهم من وجهة نظرك. خافا تظن وتقول يكسرني فرقاك، أيه قطرة جبين وطاح من قلب ملقاك. الله الله عليك. الله الله الله. هذا جواب. اي والله جواب، هذا جواب. لا انا ما انكسر بالفراق. لا ابو الاكبر، اللي فارقك ماكو داعي تنكسر عليه. اي ماكو داعي تنكسر عليه.
هو فارقك بعد على شنو مكسر ابراهيم الكوفي. اكو 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 فد مساله هاي الشخصيه الرسميه والثقل دائما مطلوب. هو مرات تنسى روحك ممكن يعني من ناس محددين اكيد تنسى روحك وما سيطر واجمع حجاري قاع. انا قاعد موظف يعني بيت دارمي يقول اجمع حجاري قاع وبعب اخليه اجمع حجاري قاع وبعب اخليه حتى ما لاقي هواي بلكذ طلع لي بطلت لو لاقيه ما اجمع حجار. ها هو انا ما مجموع غادي للطشاش. الله 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 يسلمك. سيد ريد اسمع دارمي اي خادمك بلك. لا العفو. تنشدني كل مصبار روح على خلها ميت عدل زعلان حاير شقل الله اش عطلك شبطك مو عادلك هذا ياخذ نراي عليك ويردنا الافراق. الله الله عليك ايش عطلك ايش عطلك ايش عطلك شبطك مو عادلك هذا ياخذ نراي عليك ويردنا الافراق. الله روحي بسبب فرقاك صار لها موده وهي تلبس صباح العيد دجداش اسوي. لا يا الله مشتاق لا نعيدها الله نعيدها سيد روح بسبب فرقاه صار لها موده صار لها موده تلبس صباح العيد دجداشه سود مشتاق اروح عليك شوقم لبنها ما فطمته ومعتوت عت من حضنها. الله الله سيد من الله كثر سيد لا نعيد سيد يعني لازم نتوقف خدمك. لا لا مشتاق اروح عليك شوقم لبنها ما فطمته ومعتوت عت من حضن الله من كثر ما ملهوف قلبه على ملقاك ياخذنا شوف الناس تشامت وياك الله حكت رجل الله الله حكت رجل رفعان ظن نعرفهم حكن الدليل عليك وبتوت رفهم يا رب اريد انخاك حقق لي بس هاي وهي بل كنت قصر الليل كلش قصه وياك. الله الله عليك بالاكبر انا خادم الله 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 اي الكوفي الكوفي ايش يقول؟ انا بخدمتك فد ولا عمرك يقول رد لي رد خل اشوفك جاي صابحني مصباح رد رد خل اشوفك جاي لا انا اريد باللهجه 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 يرحم والدي رد خل اشوفك جاي صابحني مصباح واكسر خشم من قال ها عافك وراح لا يا الله رد لي اشوفك كون ورده بثنيتي رد لي اشوفك كون ورده ورده بثنيتي تدخل جهنم راح بس من خطيتي رد لي صار هلال طول بوقفتي حدبي رد لي صار هلال طول بوقفتي رحت وخذيت وياك خلقي وضحكتي الله الله يا ابراهيم الله ظلن عيون وياك الله يا ابراهيم رد لي صار هلال رد لي صار هلال طول بوقفتي رحت وخذيت وياك خلقي وضحكتي الله ظلن عيون وياك ما فارقنك ظلن عيون وياك ما فارقنك منح وشكر مخبوط ما عدنا منك اسمه وسمعت اعزاز لا لا ابراهيم لا يرحم والديك لا ضر خصتك يعني خدمتك ولك ابراهيم نعيده مال ملح وشكر ظلن عيون وياك ما فارقنك ملح وشكر مخبوط ما عدنا من وراك
اسمه سمعت عزاز بيدك هذن وكلهن حد الرجليك بس ارضى عني. الله لاقيته وتغاضيت بس هو يسوى. ها لاقيته وتغاضيت بس هو يسوى. بس هو يسوى مثل النعاس تقول طبعاً قوة. شفته وقلت سبحان ما كملتها. شفته وقلت تقول سبحان الله. شفته وقلت سبحان ما كملتها لسان عقد والعين لطشت بختها. الله معلعل وما قوم وقعود أصلي. معلعل وما قوم وقعود أصلي وقعود أصلي واتسابق ويا الريح لو مر نخلي. الله 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 عليك ولك. الله الله قد ما دعت للناس ليلا وداك مثل البخت والضيج ما شفته وياك. الله الله يسلمك ولك وبخدمتك يا أخي. شو هالجمال هذا؟ الله يحفظك ولك. جمال جمال ذوقك ولك بر. شو هالشعر الحلو؟ ملح وشكر مخبوط ما عدنا منك. لا والله حلو مملوح وين تلقاه؟ اي هاي 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 تداخلات مال مال. شلون مال ابن ابنها شلون؟ كبرت يرحم والديك وحده وحده كبرت او يلعب قام يمها ابن ابنها يعني صارت جده طبعا كبرت اي او يلعب قام يمها ابن ابنها اي بس والله عندي تقول زعطوطه كان وين 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 الله ويقولون ردها الخذاه شو تسوي وين الله ويقولون شو تسوي عليك الله ردها الخذاها اخذها لو 20 جاهل وراها شال انتماء صح والوفاء صح ما وفت وياي بس ما خنت صح ما وفت وياي صح ما وفت وياي أي. بس ما خنتها بس ما خنتها ما قدر الله الصير اصبر لبتها المهم من ريحتهم ريت الله لا يطيك يا اللي ماخذ هواي اي أيوة والله ما كفتك نسوان الدنيا بس هاي كل من سعب فرقاك ريت الله لا يطيك ريت الله لا يطيك يا اللي ماخذ هواي ما كفتك نسوان الدنيا بس ها كل من سعب فرقاك لو عندي حوبة ريت بعمس وتكون ويضل شبوبة أوف. كل من سعب فرقاك ريت بمرض كون لا ينشفى ولا طاب مثل اللي يطيبون أنا بخدمتك موجور سيد كلش موجور القلب بس للبي شال القلب اي بس للبي سديته للموت القلب بس للبي بس للبي اي سديته للموت القلب بس للبي سديته للموت مو شقة للايجار يا اهل يجي يفوت بالله الكريم صحيح القلب بس للبي عف واكتفى وكف شو صفاك العظيمة هاي؟ شو صفاك العظيمة؟ القلب بس للبي عف واكتفى وكف عف واكتفى وكف بس رح لبي لهواي دلال مو صف ماشي الهواي القلب بس للبي والباقي خطار قسمه وصفت لهواي والغير ما صار وانا خدمك بالأكبر هذا الدار شو نسوي؟ شو نقول؟ هاي الطراقة جمال جمال ده. والله منين نقول الله الله هذا الانتصار الله يوفقك الله ابراهيم تنجبر تسوى اشياء ما تحبهن؟ يعني في بعض الاحيان ممكن تنجبر على شيء مثلا انجبر وامشي وياك مو لايق ادريك انجبر وامشي وياك للبعيد انجبر وامشي وياك مو لايق ادريك مو لايق ادريك شح عن نجار الماي وتيممت بيه أيوة. الله 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 سيد احنا هيك ناخذ ندردش بكم سؤال
خلينا نتمالح بالاسئله. نتمالح ايش بالسؤال؟ نتمالح. سيد الطيح من حقك انت؟ والله انا من حق ودون. عافيه سيد محمد. لك ولا لك والله. من حق ودون بس جيب. جيب اليوفي ويقدر. جيب التنملة عينه. حقي او قلت ماري. حق شارخ هو. شون شون؟ حقي. وقلت ماريد. وقلت ماريد. اي. حق شارخ هو. هسه المصيبة انه ما راضي هو. لا يا الله. كون لك حق وتريد حق اقعد وياي. كون لك حق وتريد حق اقعد وياي. لا تقعد ويا الناس وذمني بوكفاي. لا هذا كبير. هذا جوابي. عيد عيد يرحم اهلك. كون لك حق وتريد. ايه. حق اقعد وياي. لا تقعد ويا الناس وذمني بوكفاي. يخليك شجاع واجهني وخذ حقك. الله الله الله. ابراهيم المن تقول ما يغلى عليك شيء. صاحب الزين ما يغلى عليه شيء بالاكبر. اذا عندك صاحب يشد بالظهر والله يرخص لك الغالي. انا احب روعه. فقلت له ما ذر والغربيل ما لايقن. ما ذري. والغربيل ما لايقن مو عنبر المشخاب ربع عصفة منه. الله. عندي واقول لك هاك ما افرح يجوز. عندي واقول لك هاك ما افرح يجوز استلذ من الطيك وان بوقت عوز. الله 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 الله. سيد متندب علي من؟ والله بالاكبر. متندم على ناس ما تعرف التقدير. قدرتهم. متندم على ناس شوف التقدير ضعف. متندم على ناس تشوف التقدير هو شاطر واخذ منك. أفا. فأنا قل استحقرك منه وهيك من الاقيك. شون سيد شون؟ استحقرك منه منه وهيك من الاقيك. مو زعل لكن راح حق قدرك الطيب. اي ولك. استحقرك. استحقرك منه وهيك من الاقيك. مو زعل لكن راح حق قدرك الطيب. قال انت نام ارتاح. اي انا ببدالك. كفو. فرهد حلال وقال باقى وحلال. الله. شفته بحلال. لا لا من رخصتك من رخصتك. شلون قال؟ قال انت انا مرتاح. قلت استحقرك منه وهيجي من الاقيك. مو زعل لكن راح حق قدرك الطيق. قال انت نام ارتاح انا ببدالك. فرهد حلال وقال باقى وحلال. مع الأسف. شفته بحلال يحوف بس ما قلت حاف. فش الأشهر المحتاز والله أنا ما أخاف. المثلي. لا سيد لا علي. لا. حلو. الله عليك. الله. المثلي. لا نعيده فدوة. شفته بحلال يحوف. بعيني. بس ما قلت حاف. فش الأشهر المحتاز والله أنا ما أخاف. كفو. المثل ما ينباق مو خاملان بس أمنت بالضاق من الحب مكان أكل زاد وباق. الله سيدنا محمد. المثل ما ينباق مو خاملان. مو خاملان واعي بس أمنت للضاق من الحب مكان يا أخي غير من الحد غزر مو ملحمد يمنا وطيته يمناي. مو ملحة مد يمنا وطيته يمنا من هولة هذا اليوم مغزرة ويا. والله وفي الحمد لله والشكر. العوض والله العوض والله عمي كفيلك الله راح أخذ حبوب ما الضغط ساعات ضغطي كفيلك الله. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم.
مشاهدينا الأكارم، مثل ما قلت لكم الحلقة جميلة. يقولون أكو هيك قاعدة فلسفية لطيفة تقول المكان بالمكين، يعني هذا الشغلة حلوة لأنه بها شيء محليها، تفهمون شلون؟ أكيد أنتم أسياد العارفين. الدارمي حلو لأن به هيك ناس وفي هيك نماذج. شكرا لك. مشرفينا. انت الشرف ومنورينا. اريد هيك شويه، هاي شايف المناوب هيك من الموروث؟ تستذكر سيد محمد الموروث؟ خلي اسالك سالفه. انا ما استذكر السيد. اي والسالفه مو يعني رواه. انا اسمي لك بالاسماء. ها والله عندنا شيخ من شيوخ الاقرع اسمه عبد الحمزه المهيدي، يسموه لسان الاقرع. والنعم. اللي هو جد أميران نافع. نعم. عبد الحمزة المهيدي يريد شنيار، حبه شنياره هلها عشت. عبد الحمزة يبرالها بالبلم، بلك تطلع تترس ماي وشوفها. فيوم هذا الحكي قديم؟ قديم جيد. سولك يعني أربعينات. ها. فيوم ليه يوم جاء عبد الحمزة بالبلم وعنده واحد من عمامه يدفع له بالبلم. اجى الشنيار واخواتها. بعد عيد وجاب العباس. عبرتين؟ قال له على واي يردن عبرن الشط. جيد. طبق عليهم بالبلم. اول واحدة منها صعدت شنيار. من صعدت شنيار دفع البلم هو. ما صعد خواتها. ما صعد خواتها. امها ايش قالت له؟ قالت له خذ خواتها وياها عبرهن. قالها متعذره مال الصيد ما تاخذه وياي. شال شال متعذره مال الصيد ما تاخذه وياي، بس ثاني والدافوع والثالث هواي. الله الله الله. اي سيد الله يسلمك. ولك خذوها قوه عليها. اي ودت لهم رسائل قالت لهم بس سطوه هي. قصة من الواقع. ايش بيه المرسال؟ ما اذكر الاسماء. فودت له مرسال قالت انهم بس سطوه هي هو يقضي اللازم. كفو يقرا بين السطور. اي قالت له شاوينا هل هالخيل البل خذوها. الله اكبر. بعد الفزع شي يفيد لا عقروها. راح تتزوج. لا خذوها انا بعد. قالهم ودوا لها شاوين اهل هالخيل. شاوين اهل هالخيل البل خذوها. بعد الفزع شي يفيد لا عقروها. قالهم ودوا لها هذا المرسال. قال هالحادث ان يفوت. كفو الحادث ان دم للركاب يصير واخذها منه. كفو والله. ودخته بمكانها واخذها. الله. أبو الأكبر خلنا نتفق على شيء. وهو الفراق مر له ذل. بيني وبينك؟ اي بينهم والله العظيم. بيني وبينك غير؟ ما له علاقة بالكاميرا؟ بينهم اثنين. اي ما تطلع اثنين. اي هذا يقول ما أعرف الدار من أي. بس ولد ديوانية يعني. يقول مر زادي. مر زادي. مر الماي. مر الهوى الهاب. هسه الزادي ممكن يمر والماي حتى الهواء. الهواء هم وقع الهيار راح والله خاطرك. مر زادي. مر زادي. مر الماي. مر الهواء الهاب. مر حتى نوم الليل بفراق الاحباب. الله الله. هذا الدار مش كتب موت على وقت. لا ما نطول والله ما يا جهد البلد. اي والله يا جهد البلد. هي قاضي. شلون هي قاضي؟ اي بعد سيد بعد 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 سيد من ذن اللي روك كان اللي روك كان بالبطل روك. تأمن بالحسن. شون الله سبحانه وتعالى منزل بكتابه العظيم سنوبات احنا نشيل لنا آية. ايه ونوبة نحط لنا خضرنا. ايه ونوبة يعني نعم قضايا اللي تبعد ايه اعتقادنا وإيماننا. ولفي يقول ايه بيت دار من الديوانية يعني من موروث الديوان. يقول ولفي ايش كثر حساد يتحاسدون لكن زراق العين يشقف هدوم.
لا هاي ولا خضرمه. هو عينه خضرمه؟ عينه خضرمه. نزار قباني هذا يقول الصمت في حرم الجمال جماله. اكويت بيت لا رحم الوالديك. يقول والفش كثر حساد يتحاسدونه. والفش كثر حساد يتحاسدونه. لكن زراق العين يشقف هدونه. عينه خضرمه ابو الاكبر والله. حيدر حميد من اهل الشاميه. الف تحيه لابو شهد. الف تحيه له. حيدر يقول واصل وصاير تاج. ايه بس نفسه طبعي. وركضة العايص صيت اركض لربعي. الله الله, الله. واصل وصاير تاج بس نفسه طبعي. نفسه طبعي. وركضة العايص صيت اركض لربعي. عفت البخت والجود وحكاية الحق وقمت تحكي ثلث وجوه لا يكبر الشق. الله حيدر حميد شعر عميق. هو ابو الاكبر الدار ما يعني الى حرفته والى ناس تكتبه. شوف هاشم القرعاوي يقول شوف المحنه الطيبه يقول خسروني ربعي وخسرون ربعوين من عندي يلقون. خسروني ربعوين من عندي يلقون اسم الله قلطه حتى من العيون. الله الله يا هاشم. مازن الزلزل يقول غلبه وشريته بساع غراني سوقه. غلبه غلبه وشريته بساع غراني سوقه ما صرت مثل الناس تشرط تذوقه. الله 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 الله. اي سيد اي سيد من رخصة السيد راح سعيد ناطور الله. ابو كرار الف تحيه. لا هذا الدارمي يرحم والديك مال امي هيك. اي والله ارد اقراك يا قسم والله والله العظيم ما توارد. يقول حشمت ربع بضيج. يا اخي هذا والله يبكي الدارمي والله. حشمت والله يبكي الدارمي. متامل سناد. حشمت ربع بضيج. متامل سناد. امي ما يقرون قدر ابن الاجواء. يا وسفه. راهي راه كبير. راهي قبال او شمات فرسه. شلون يقول قبال؟ طبعا هاي صار وياي الموقف واستذكرت بيت راهي. يقول قبال او شمات فرسه ندير. مع الاسف لا شاقف ولا قال هل طلبي سلاط بحاجز احكي لك احكي اقول هل طلب ومكتوبك نسوي اي من يوصل حروز. من يوصل حروز يا علي بتالي الليل والدنيا تموز. بكرار. لا ابو كرار لا يرضى يمشي وياي لا يرضى عافه برطم يمن يندار عمره على شيء. ابو كرار لا اراد له مو حلقه حلقات حياتنا بعد قروننا بعد قروننا بعد قروننا. شاعر راه سعيد على طول. ظل بالهجر خليك بس سرد خبرك. اي عشرت عقبك ناس ما تسوى ظفرك. ابو كرار كبير وهاي حافظ له. انا حافظ من جديد. لا هيك بعد الديوانيه بعد الديوانيه. ديوانيه يقول سو درب للمزيون. عافيه والله. بجدامه جنجول. جنجول. سو درب. سو درب. خروف على الدرب. ايه واضح. سو درب للمزيون. بجدامه جنجول. بجدامه جنجول جابن تشيكو تشاك طقات الحجول. مازن الجناح رحمه الله على روحه. يقول انشدني قل لي شبيك خلي اشتكي لك. والله ما رد من عندك شيء. الله انشدني شو البساطه. قل لي شبيك خلى اشتكي لك ظلت بنفس القاك فار الشليلك. سعد الجنابي الله ابو حميد الف تحيه له. سعد يقول حطناك لبيه وروح لو رايد تروح. حطناك لبيه وروح لو رايد تروح مالك وجه مكروه وتكرهك الروح. وجعني اذيني جرحني وروح.
حتى بلكة تكرهك. حتى بلكة تكرهك. ايه ومحمد محمد المخزون. شي يقول؟ يقول قمت انشغب مكفى ويلي الله ودموع عطشلة. قمت انشغب مكفى. قمت انشغب مكفى ودموع عطشلة. ما ندري بالرجال من يبكي فشلة. كاظم بلال. الله. يقول دق روحي. او بلاك ما اسمع بروح شوف شوف الدقة بالموضوع. الله يقول دق روحي. كحلة عين لعيونك ودير. نص قلب ومرود عاج نص مكحلة يصير. لا هو هذا المن الدارمي يقول حب وهو رجال كبير فتفارقه فيقول انا اتعمد ابكي يم النار. يقول استحي فروخ كبار. فروخ كبار لو قالوا وش بيك عدنا الدخان واشبع بكي عليك. كاظم الحجان ابو حسين. ابو حسين الف تحيه له من خلال تحياتنا. عدنا للدخان واشبع بكي عليك. يا اخي هذا الكلام تعليل منطقي. انت ابراهيم تكتب القصيده؟ اكتب القصيده. والسيد تكتب القصيده؟ طبعا. بس الدارمي اخذ حيز اكبر من القصيده من خلال اسمك العفو. يعني الناس قام تطلب من عندي الدارمي اكثر. مطالبين بالدارمي. مطالبين بالدارمي. زين تقرا القصيده على المنصه؟ اي ها انا شاعر قصيده. لا قصدي حاليا من بعد هذا الانتشار اللي بالدارمي. زين منو القريب لروحك اكثر؟ يا قلب لا تعتب بعد بطل العتب لا تنمل لا تعتقد طبع البشر من العتب يتبدل. خوش السنبلة الظل سنبلة والمنجل يظل منجل والوردة ذا ذبلة ترى الفلاح أبد ما يزعل يزرع ويقطع بالورد يكرم وبد ما يخجل. لا تهتمش ما غيمت ما دامك انت مبلل او لا تعتب على الماوفة الحكي زعل وازعل وانا من سولف مو بطر بلك وصلوا ياك الحل على ما يريدك يا قلب بالك بعد تتوس. الله عليك. الله شو يقول ابراهيم الكوفي دارمي؟ دارمي خلي بعدين ناخذ قصيده خدمتك. يقول ما هزني ليك الشوق من حولت ليك. ها ما هزني ليك الشوق من حولت ليك مثل النذر مكروه بس واجب وفيك. يلي ما تود ملقاي ما ودي ملقاك. يلي ما تود ملقاي ما ودي ملقاك بس سرد غيظك دوم واتلاقى وياك. الله يا الله مو احبك. لا مو احبك قباحه. شلون 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 ما تحزن شلون يا اللي ما تود ملقاي. ايه ما ودي ملقاك. ايه بس سرد غيظك دوم وتلاقى. الله 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 المرايا انا كان يشوف شي نقصه بيها. لا المرايا انا كان يشوف شي نقصة بيها من لقى عيوبه هواي شخبط عليها. ابراهيم قطعت علاقتك بناس معينين؟ اي سبب مو خوش يتعبك. اه للخشمة شالي وياي ما منط فرصة. للخشمة شالي وياي ما منط فرصة. ما منط فرصة اظفر بصبعه وطال مجبورة قصة. عافية عليك والله عافية ما عليك زود ابو الاكبر. والله عافية عليك فدوى روحي. السيد الجميل شو يقول؟ الله يحفظه. ابو الاكبر كنت زامط بيه. ايه وتخيريت بايعني وانا بماي وش اشتريت. كنت زامط بيه وتخيريت بايعني وانا بماي وش اشتريت. المثل ما ينباع. انا اشهد والله. الله يحفظك ابو الاكبر ما عليك زود. المثل ما ينباع
برنة وعتيجة. الله 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 المثل ما ينباع. المثل ما ينباع. برنة وعتيجة. برنة وعتيجة. ما تنوتشل بس شوف وش تقضي ضيجة. أيست والمايوس منش معزة. وحال حال الناس العزيز. أيست والمايوس منش معزة مو بطر بس مجبور فص عينه بز. الله. داسع لقلبه وراح. داسع لقلبه. وراح ابو الاكبر داسع لقلبه وراح بس برضاتي الله ما احب بشر كذاب يبقى بحياتي الله جبت العمر ناعور اترس وبدي عافيه بس من يزود الخير عد ربعه ودي الله خلصت عمري بماي وجهه اغسل وجوه الله اكبر الله الله سيد محمد الله والضايق مني يصير عد ربعه مكروه الله ربعي اش كثر عانيت من ردت الام التمه وظلت بس المدم الله 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 بهمي ما هميت الهمني بس ها شيني طحت بربع لا شور عندهم ولا راي مع الاسف للاسف ناخذ فاصل اي ابو خليل براحتك ابو الله يعزك مشاهدينا الاكارم فاصل ونعود اليكم مشاهدينا الأكارم وصلنا وياكم للبارت الأخير من حلقة هذا اليوم مع الجميل جمال عيونك والأكبر أخوي إبراهيم الكوفي الله يحفظك العذب الله يزيد حظك والحبيب سيد محمد الله يحفظك والأكبر إبراهيم أنت شاعر شايفك ويقولون يقولون مصداق لهذه الكلمة الحمد لله شهادة والله منك لا العفو لا العفو العفو سيد محمد إحساسك يجنن الله يوفقك والأكبر ما عليك زود والله ما عليك زود شكرا إبراهيم منين تعاني من القال والقيل تهجم بيوت الله خربك ويقرب ناسك يقول صدقت ليش بساحة شي الوصل ليك صدقت ليش بساحة شي الوصل ليك غير انت نعمة بعوز ما ينحش عليك الله الله يسلمك والأكبر هذا مكتوب صدق والله العظيم ما اكتب شي كذب الله قسما بالله اللي احسه وعايشه والله اذا ما عايشه ما كتبه زين بس ابراهيم هذا يعني بيني وبينك راح يتعبك هو مش ضلبيه بعد وعلي هي اكو بيدار ما انت ابراهيم يا مواليد هي العمارة اسرار غير ها العفو اذا انا اسف اذا العمارة اسرار اسف ما اعرف البيت لمن يقول حسبه وقت بنصير بصوره ببسط جام وعلي هي لا والله والله قول يا الله دا هي هاي حياة والله وداعتك والحسين وانا الحمد لله على كل مأيس افا ها مأيس لا مو مأيس بس المهم نترك لنا اثر طيب والنعم والله هذا كل طموحي يعني والنعم ترك لك اثر طيب كلك طيب والله والحمد لله والنعم سيد غرب المظاهر اوف عليك ابو الاكبر بالزلم بالك يوم تغرك أشكال بالزلم بالك يوم تغرك أشكال أهواي كرجي يجيل بس كنا رجال الله الله عليك.
ابراهيم يعني حقيقه سؤالي راودني. ايه. اكو انسان بالدنيا يكرهك؟ اكو؟ موجود طبعا، العين تكره اللي ارجع منها. زين شو تقول لهم؟ مر لحم ماي اللاتش علقم بالحلوق، مر لحم ماي اللاتش علقم بالحلوق، هذا انا والبي زود يذن ويذوق. الله رايك. الله عليك سيدنا. شو الجمال هذا؟ جمال جمال يا اخي. مر لحم ماي اللاتش علقم بالحلوق. لا لربما سائل يسال شنو العلقم؟ يعني انا عارفه حقيقه. عارفه يعني؟ لا اريد للسيد المشاهد. هي نبته غير؟ طبعا مره. نبته كلش مره. اي نعم. شلون ما اعرفها؟ زين. الله. شوف هاي هاي هذا هاي تفاصيل الوعي. الله 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 عليك. سيد استرسلنا بالدار ما يرحم. انا بخدمك ابن اكبر. احسب حسابك. خاف يوم امشي عنك. احسب حسابك. خاف احسب حسابك. خاف يوم امشي عنك. ما ارد لك اني يصير نتاقي منك. الله الله. هواي وعدناك. هواي هواي وعدنا بس ما مشينا. بس والله من الروح ما تلتقين. الله. خاف لك نية تعود يوم من الايام. كسر اللي بينه وبينه وصلك كسر جام. لهنا واقول لك روح وانساني وانساك. خوش. واعذرني خاف انا يوم جل زل جدن ما شاء. الله. لهنا واقول لك روح وانساني وانساك. واعذرني خاف انا يوم زل جدن ما شاء. لا تظن راح يعود مايك لمجرى. احنا ليزل ويعيل ويانا ننساه. هاي مكافف من الاخير. اي شال يزل وياك ابو. زين سيد سيد الامانه، هذا الشخص المخاطب تعبك؟ ابو الاكبر، المواقف المخزيه اللي تعبتني، مواقفه المخزيه. فأنا قلت له سولفت يم بتليل دقاتك وياي. سولفت يم بتليل دقاتك وياي. دقاتك وياي. قالت الحقين قال أنا أشرف هواي. حقيقة. هلا. حقيقة. الحمد لله والشكر. ابراهيم الكوفي. هلا والله. ما اعرف، اتمنى تكون الحلقه فاتت 3 ساعات. الله يسلمك. الله يحفظك. الله الكريم. خلينا نسمع قصيده يا اخي. انت تكتب القصيده وتكتب الدارمي وهاي الالوان الجميله. بخدمتك انا. لا العفو العفو. القصيده تقول بديت اذبل. بديت اذبل. بديت اذبل وبدا بي الصفار من الورق للساق، وانت على الثمر تسأل. يا لب طبعك تغث الشاي لك بالعين. ابراهيم العيد من البداية. بدية تذبل وبدأ بي الصفار من الورق للساق، وانت على الثمر تسأل. يا لب طبعك تغث الشاي لك بالعين، وانا طبع سموح وما عرفت ازعل. يا فتشة عين قلبي تريد أضيع بيك مثل ولايته مغمض وبيكندل. يا فتشة عين قلبي شلون أتيه بيك مثل ولايته مغمض وبيكندل. ومو زعلان راح أرحل وعزز دمعتي اللي كانت رخيصة عليك بكل فرحة وحزن تنهل. يا بايعني بغنى معذور لو معتاز. الله. يا بايعني بغنى. الله الله. معذور لو معتاز. وانا بعوز شريتك بالقحط من حل. مشيت وياي مو لله. نقص عندك ردت تكمل. اش وقت من كبرتك تخجل.
على طق الاصابع ترقص وتندار، شنو انت بشر مغزل؟ ايش وقت من كبرتك تخجل؟ على طق الاصابع ترقص وتندار، شنو انت بشر مغزل؟ شحيح ويا الخلق بس ظلت شنت وياك، وقلت لنت الهوى وحاسبها ما انمل، وموسم فيض كان وانت مو عطشان، وعلى مغامس سراب وش ما لجد مكزل، ذن لي انحجن سهلات الماتن بالقلب واثقل، شفت حلقك يبس للغير ولهم حملك مهدل، وبس وياي عايش دور المدلل، من قلت لك بديت اذبل، قلت لي بكل صلافه تصير للحطاب مستقبل، وما دام الجذر بيروح هم ارجع وفي احسن من الاول، كفو والف مشكوله ذمتك كون جنحك على الغصن لوشل. سلامتك ابو الاكبر. تتوقع راح يرجع مره ثانيه يشل؟ اتوقع كل شيء ما طول صاحب مصلحه. ها ما طول يسال على السمر فيرجع. سيد خلينا نسمع بعد فتوى، انا ما اريد اسال. اقرا لك قصيده. يلا. طالت غيبتك وعيون تهمل دم، بس وداعتك لعيون ما مهتم، اهمل شوفتك شوف العيون يهون، والله المحتام هين بس المعلم اذا حن يعتقد حتى النجم يلاح يركض على السراب العاشق وملهم. الله 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 سيد محمد الله. عشقتك وانت تدري العشق عد اخبار، لا غمض جفن بفراقك وسلها، وظل مناطرك وقت دب صبر ايوب ردا باسمك على اليمر لو سلم، عليكم مهجتي وشوق وهواي فلان، خلي الما فهم معنى العشق يفهم، وحقك وانت تدرج قد علي غالي، الله بعد غيرك بشر لا تظن يحلال، وحقك وحقك وانت تدرج قد علي غالي، بعد غيرك بشر لا تظن يحلال، لو ان يتربع ويقعد وسط بالي تظل انت الوحيد الما الك تالي، يا نشوة روحي يلبيك العقل سالي، لسوي الما يدور ببالك وبالي، وصير اول بشر محتفي بشتالي، وبريك وبرنت وما الك بيها، الله وبريك، وصير اول بشر محتفي بشتالي، وبريك وبرنت وما الك بيها، واقف بين كل الناس واحكيه وقلهم انا جيته، او قلت له خلها هاك لا حاسب له فرقه ولا التاليها، مدرينا انهجر عبالي كل شي يدوم، ما كنت اظن قصه هجرك ارويها، ولا كنت اعتقد هج الفراق يطول، كانت عشره حلوه بكل معانيها، بقت بس الصور بقت بس الصور والذكريات وياي، احرمص للصور بلك الله يهديها، تحاكيني ولو حكي صور نظرات، وانا ايام هجرك هيجي قاضي. سلامتك ولك. شو الاحساس الحلو. الله عليك الله عليك. احنا بقالنا وقت يعني ثلاث دقائق دقيقتين هيك. ابشر بالعز. سولفوا لنا دارمين انتم كيفكم؟ يقول ذموني حتى لي سير قام، حتى لي سير قام ما جاب شوقه، امتان راعي البيت يغفى ويبوك، الله يا ابراهيم ما نقلت القالات مثل النثاية، ما نقلت القالات مثل النثاية، تستاهل الهوسات والله ام وثاية، الله كون اقعد من النوم والقى انت يمي، أي كون اقعد من النوم والقى انت يمي، والقى انت يمي، شا قلت رب اليوم سامع دعمي، الله صاير ضريح تقول من كثر العلوق،
صاير ضريح تقول من كثر العلوق مو خبل بس هواي من عند مبيوق مستانس بدقات محبوب وبيه ها مستانس بدقات محبوب وبيه دقت قلب بضلوع ما بيه هذيه والله شت ود ما ثق بيك ما توف بعدين شت ود ما ثق بيك ما توف بعدين الكوفة كم مكتوب ودت للحسين الله ندري بيك تخون بس هي شارة الله يا إبراهيم ندري بيك تخون بس هي شارة قصر العمر وشريك مثل الجقالة الله يا إبراهيم اي سيدي سيدي اي سيد قد تنشد على الحال اجيوب خلاي خلاي قد تنشد على الحال الله لا يخلين سيد اجيوب خلاي لكن وحق عينات حسبة وقت هاي احنا موجودين بهاشم نعم منك ما عندي مثل الناس صح جيه بخالي ينقص يزود الماي تشالي تشالي الله 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 سيد محمد شنه الدول معصوب اي للحالة حالي محزم وشادود بس شف خالي الله الله عليك ابو الاكبر ابو الاكبر ابو يوم من عزهم مشى للحلة والله العظيم الله يعطي الصحة والعافية الله يعطي الصحة والعافية مشى للحلة شاف اخوه طلع الكربلة من كربلة النجف النجف رجع للديوانية فأجى تعبان كلش ورجعت كبير باوعت لي إذا ترجف زين هو فارف ثلاث محافظات بيوم واحد والله ظل الموضوع براس هردنام ما أقدر شفت إذا أبوي ترجف فكتبت عنه إيش قلت والله؟ قلت شف القوي اللي بيجاب تبلولة الريج الله الله شف القوي اللي بيجاب تبلولة الريج يرجفوا ما مغلوب من التفافي الله, الله مال عليك. مال الأم مال الأم يرحم والديك كون العمر يندار لمر ددير لمر ددير واخذ سنين الضيم وترد صغير أبو الأكبر أنا ذا إبراهيم ما راح يرخصني بس اريدك يا ابراهيم يرخصنا عندي موضوع اريد اقرا عنه طب رخصتك فوت سام على القبر واحكي وياك تسمعني لو لا قوم انت عزرائيل انا امشي وياك امر الله بس ما كان يطرى على بالي تندفن والتابوت الرده خالي الله بامر الله ملش الموت عرج وجع ليك ما يرهم الهبدال شاء بدلت بيك كون ألقى ملش الموت وقعد وحاجي حتى لو ملك مندوم عليك أخليه ينشدني الدفان شو دامك هنا ما يضرب المدفون دلال وياه سلامتك بالأكبر الله سيد الله عليك يا أخي شو الفقد هذا؟ شو الجمال هذا؟ شو الفقد هذا يا إبراهيم؟ الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله الحمد لله يا أخي يا أخي حقيقة يشهد الله هاي قدام الكاميرا يعني من يوم تاني علاقتي بيك هاي قدام الكاميرا الحمد لله الحمد لله يا أخي هذا الموقف مال هذه دموعك على 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 هاي الدارميات لا وعلي. وعلى الحنين وعلى الجمال عسى الله يوفقك ما أريد أقول شيء وصلنا لختام الحلقة الله سيد قول اللي تحب الكاميرتك تحية حب احترام تقدير كل مشاهدي قناة الأيام وبرنامج المهلهل تحية حب وقت الدار للجنود المجهولين المصورين الكل من تعب ويانا بهذه الحلقة حياكم الله ألف تحية حب واحترام للجنود المجهولين بكرار كل ولد تعبناه يعني بدون ذكر أسماء
وشكرا لك على حسن استقبال وكرم الضيافه ابو الاكبر، ويا رب كنتوا خفيفين الظل عليك وعلى الساده المشاهدين. والله خفيفين الظل وثقلاء شعرا. كانت سهل. الحمد لله تخبلون فعلا، كانت ربي يحفظكم. الحمد لله. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقه هذا اليوم. كان معكم في الاعداد والتقديم علي المنصوري.